استاذ سعيد، مساء الخير عليك، اهلا وسهلا، منورنا في البرنامج. مساء الخير كابتن شوبير، واهلا وسهلا ومرحبا بك في دار البيضاء. اهلا وسهلا بحضرتك، طمنا على الاحوال الاول عندك في المغرب بصفه عامه والدار البيضاء بصفه خاصه وبصفه اخص داخل نادي الرجاء المغربي الشقيق. فالحمد لله فريق الرجاء الرياضي الان عنده 5 حالات مؤكده فقط نعم لبقاء في الحجر الصحي، و11 لاعب تشافت باذن الله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن فريق الرجاء الرياضي الجهود ديالو اللي دارها باش نسترجعوا اللاعبين ديالنا في أقرب وقت، فالحمد لله هاد الجهود كان عندها نجاح، وعندنا مثل أمل باش إن شاء الله غدا ويوم الأحد أي قبل السفر باش نسترجعوا باقي اللاعبين إن شاء الله. انتوا ان شاء الله قررتوا السفر الى القاهره يوم الاثنين المقبل باذن الله. تماما، يوم الاثنين 2 نوفمبر غادي نحلوا بالقاهره إن شاء الله. طيب، حسب ما هو معلن انه كل يوم بيبقى في حالات شفاء تتراوح ما بين 2 إلى 4 حالات، لم يتبقى سوى 5 حالات الان، ان شاء الله باذن الله قبل اللقاء يتم شفائهم، لكنه مش خايفين من عدم الجاهزيه البدنيه، خاصه انه معظم اللي كانوا مرضى او مصابين كانوا بعيدين عن التدريب؟ فاهم طبيعة الحال، هذا تخوف مشروع نعم ومقبول، ولكن فوق طاقتك لا تلام. فهاد الوباء جانا على بغتة، نعم، فاحنا كنا من بعد مقابلة الزمالك كنا جاهزين باش نلعبوا المقابلة يوم 24 أكتوبر، ولكن القدرة الإلهية جعلت حتمت علينا هاد الظرفية حتى نتعاملوا معها. اللاعبين اللي تشافوا كلهم تيستأنفوا التدريب ديالهم، واللاعبين اللي ما تشافوش راه كنظنوا ان ان شاء الله عندنا امل باش نسترجعوا 3 لاعبين غدا. اذا استرجعنا 3 لاعبين غدا عندنا 3 ايام او 4 ايام ديال التدريب، وتنظن كابتن سلامي راه عنده القدره الكامله باش يجهز اللاعبين ديالو في اسرع وقت. سؤالين في سؤال واحد، هل شايف انه الحماس والحاله المعنويه ممكن تعوض الغياب البدني عن الفريق؟ نمره 2، هل اللعيبه اللي كانوا غايبين في المباراه الاولى كان هناك سند الورفلي، كان هناك الشاكيري، كان هناك عدد من اللاعبين، وجودهم بيدي برضه دفعه معنويه كبيره للفريق قبل لقاء العوده؟ فتنظن ان في السؤال الشطر الاول من السؤال ديال كابتن شوبير، نعم، فانت تتعرف فريق الرجاء الرياضي في جميع الفروق الكبيره يكبر في المقابلات الكبيره والمقابله مع الزمالك، فتنظن غتكون مقابله مهمه، والتجارب ديالنا اللي عندنا مع فريق الزمالك تنظن ان فريق الرجاء الرياضي عندنا حماس، عندنا واحد الرغبه فاش نردوا الدين الرياضي لفريق الزمالك، وهذا الشيء ماشي بعيد وماشي غريب على لاعبين فريق الرجاء الرياضي اللي كانوا توفقوا على الزمالك وتوفقوا على بعض الفرق المصريه في قلب القاهره، كما فريق الزمالك توفق علينا هنا في مدينه الدار البيضاء. فيما يخص الشطر الثاني من السؤال ديالك، ففعلا ربنا درت النافعه، فاحنا استرجعنا اللاعبين اللي كانوا مصابين، واللاعبين اللي كانوا مصابين راه داروا التدريب ديالهم، وتنظن ان الكابتن سلامي ان شاء الله غدا الابلاين غادي اللاين اب غادي تكون جاهزه، وغادي يدير الفريق المثالي باش يقارع فريق كبير في حجم فريق الزمالك المصري. هل بتجروا مسحه يوميا يا استاذ سعيد؟ تدريب آه. هناك تدريب، لا انا بتكلم على المساحات، مساحات الكورونا او أي. كل يوم تماماً. كل يوم بتعملوا مسحه عشان تشوفوا حاله اللاعبين؟ تماما، فاليوم درنا مسحه، غدا غنديروا مسحه، نعم، غتكون البعثه كلها اللي غادي ترافق فريق الرجاء الرياضي بما فيها لاعبين ومسؤولين، غنديروا مسحه على الساعه 9، وغادي نعاودوا مسحه يوم الاحد. وتتعرف ان التقنيه في المساحات كاين مساحات النتائج ديالها تظهر على 15 دقيقه. نعم. فعندنا الامكانيات باش نديروا مسحه ميم يوم نهار الاثنين، وعندنا النتائج تكون قبل 15 دقيقه. لان المسحه تعطيك السلبيه، والسلبيه تعطيك مغادره التراب الوطني والدخول الى التراب المصري. السؤال بالنسبه للاعيبه اللي ما زالوا مصابين بالفيروس، هل هم مرضى ام انهم حاملي للفيروس، وهل حالتهم الصحيه جيده؟ يعني كريستيانو رونالدو مثلا قعد 15 يوم لم تظهر عليه اي اعراض، كان نفس الامر زلاتان ابراهيموفيتش لكنه ما كانش عليهم اعراض، هل هم معلوم عندهم اي اعراض؟ نفس الشيء، مفيش، بدون اعراض، كما تنقولوا في فرنساوية اسمبتوماتيك، اه بدون اعراض، بدون اعراض، وده بيطمنكم شويه.
طيب خلينا نتكلم يطمني شويه، يطمني شويه ونعطيك معلومه، نعم معلومه مهمه، ان لاعبي فريق رجاء رياضي الحمد لله مع النظام الغذائي ونظام ديال الدواء والحجر الصحي نعم فاسترجع لهم في اقل من اسبوع، صحيح فهذا معدل مهم. نعم استرجع من انسان في اقل من اسبوع فهذا امر مهم، هذا تشجعنا باش نستنفوا باش نسترجعوا لاعبين اخرين. أستاذ سعيد، هنا في مصر الحقيقة الآمال كبيرة جدا والروح المعنوية عالية من الجماهير ومن لاعبي نادي الزمالك وكل من يمت نادي الزمالك والكرة المصرية بصلة، وهناك حالة من الثقة في أن نادي الزمالك كما استطاع الفوز في المغرب أن يكرر فوزه أو على الأقل يصعد على حساب نادي الرجاء المغربي، خاصة أن الزمالك قدم شوط أول رائع. يعني هل عندكم في المغرب نفس الشعور أن الرجاء قادر أنه يفوز في مصر، ولا بأمانة الزمالك غير زمالك زمان والزمالك فريق قوي ومن الصعب خسارته في ملعبه؟ انت بتعرف ان مقابله الذهب، فانا تتعطيني الفرصه باش نقول تفضل. لك ان اذا كان شي فريق ما يستاهلش الهزيمه هو فريق الرجاء الرياضي، اذا كان شي فريق خاصه العطاء في الشوط الثاني يستحق انتصار هو فريق الرجاء الرياضي، اذا كان شي فريق كان عنده ظلم تحكيمي كارثي جوج ضربات الجزاء على الاقل فهو فريق رجاء الرياضي، ولكن هذه كره القدم لابد من قبله الاخطاء التحكيميه، ونتمنى هذه الاخطاء التحكيميه ما تكونش متعمده ولكن مؤثره على النتيجه. اذا فريق رجاء الرياضي غادي يمشي بحماس، غادي يمشيو بحماس كبير باش يمكن نردوا الدين للفريق المصري في قلب القاهره. وفريق رجاء الرياضي كما الفرق الكبرى كما قلت لك يكبر في المقابلات الكبرى، نعم ونتمنى ان شاء الله ان الحظ يكون ساعدنا ونتوفقوا على فريق الزمالك في قلب القاهره. تتوقع يعني نسب الفوز للفريقين كام لكام؟ انا ما عنديش ما نقدرش نعطيك تخمين في هذا الاطار، ولكن اللي غنقول لك هو ان جميع مكونات فريق الرجاء الرياضي هي وراء اللاعبين وراء الطاقم التقني والطبي بحماس وبتشجيعات وبمسائل لوجستيكيه، فهناك طائره خاصه، المبيت في احسن فنادق في القاهره، التطبيب، الجميع معبأ باش تكون مقابله كبيره وان شاء الله باش يكون انتصار حديثنا. بعد الاعلان اليوم عن انه بكاري جسامه هو الذي سيدير لقاء العوده، ردود الفعل عندكم ايه؟ هذا خبر مؤكد. والله انت عارف بتطلع اشاعات وبعدين بيبقى مؤكد، وبعدين كان عندنا خبر انه في كذا حكم، في 4 حالات كورونا للثلاثة الحكام ساحه وحكم مساعد، في ناس بتنفي وناس بتؤكد، لكنه ده يعني المتناثر الان، يعني المتداول الان. انا ما يمكنش لي يا كابتن شوبير نعلق اولا على خبر غير مؤكد. نعم. ثانيا فتحكيم تحكيم فريق رجاء الرياضي بدون لغه خشب وبكل واقعيه، فاحنا راسلنا الكونفدراليه على الحكم الكارثي، التحكيم الكارثي ديال الحكم الكاميروني، ونتمنى ان الحكم اللي غيكون يدير هذه المقابلات نفس النهائيه الاخرى يكون حكم فيه المقومات باش يقوم في تدبير مقابله في حجم هرمين في الكره العربيه، رجاء الرياضي والزمالك المصري. هل ستكون مباراة الزمالك والرجاء هي المباراة الختامية والوداعية لبدر بنون نجم نادي الرجاء؟ لا، هناك احتمال تكون مقابلة يوم 27 نوفمبر إن شاء الله. لا معلش ما سمعتش تاني. لو في حالة خسارة الرجاء من الزمالك، هل تكون هي المباراة الختامية لبدر بنون مع فريق الرجاء؟ فلحد الساعة فبدر بنون هو لاعب فريق رجاء الرياضي. نعم. لحد الساعة ما كاينش بلاغ رسمي من فريق رجاء الرياضي أو من الأهلي المصري اللي تيقول أن بدر بنون هو لاعب لفريق الأهلي. دونك أنايا ما يمكن لي غير نقول لك أن بدر بنون الآن مركز على المقابلة ديال الزمالك، وعنده طموح باش يكون جاهز إن شاء الله في المقابلة ديال 27 نوفمبر ضد فريق الأهلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ سعيد وهبي، شكرا جزيلا الحقيقة على طولة بالك وصبرك معانا وعلى تواصلك، والحقيقة شخصية محترمة جدا الراجل ده، مع كل وسائل الإعلام لا يتأخر
وبيجاوب، ويعني واتمنى ان يكون كل نادي عندنا في مصر ليه متحدث رسمي. يعني يا جماعه ده طبيعي جدا، منتخب عندنا دلوقتي شادي الجيلاني موجود في المنتخب الوطني، وعندنا بعض الانديه بدات تعمل ده، وده على فكره من لوائح كره القدم.